تقص على الفيديو مال تعباني انا قاعد وهي قاعده. لا 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 يلا هيك 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 يلا هيك. يا الله السلام عليكم ورحمه الله، مساكم الله بالخير والعافيه والبركه. اليوم عندنا شروه كلش حلوه، 6 كراتين احذيه نسائي، كل كرتون يحتوي على 30 زوج يعني 180 زوج فقط. والله 6 في 3 18 180 بس وقفوا دقيقه. 180 في دولارين ونص، 180 في دولارين ونص، اي حلوه. كل الشروه ب 450 دولار فقط، كل هذا اللي تشوفونه احذيه نسائيه قماش، احنا نسميها مدرسيه. تعالوا نشوفكم بسم الله. احذيه مدرسيه 6 كراتين، الكرتون ب 30 زوج، كلش حلوه مثل ما تشوفون، مختلطه تقريبا قياساتها كامله. شوف شلون حلوه، جوده مو جوده عاليه بس بضاعه حلوه كلش جميله. هذا الكرتون الاول والكرتون الثاني والثالث وهذا السادس، انه بس 6 كراتين كلش حلوه. طبعا انا الابيض اخاف من عندي، انا مرات ايدي وسخه بس لازم هيك تدمر كلش نحس، يعني شلون الناس لاحظت لبسه ما ادري. المهم بعد انت وشطارتك، ممكن نغسل هذا بالغساله اذا واحد لبسه وتوسخ. شوف شلون حلو، بيع كل الكميه قياسات من 35 الى 40 الزوج بدولارين ونص فقط، بضاعة حلوة صراحة، هاي يعني تناسب الموسم الدراسي. ويلكم. وهذا من هسه مدمر، يعني انت بعدين شوية مسحة. راح الابيض صار اسود ما حد شافه. يو هيك طنزه تيجي جاسمة وينز تشاين ايه طين نقيت زولها لايلا زولها لايلا. وهذا اخر كرتون لايلا، يعذرونا اليوم شوية التصوير تعبانين، أنا تعبان وهي تعبانة. شنو؟ هذا جلد، هذا مو معيوب ترى، هو موديله هيك. شو أنت؟ المهم هذه كانت شروتنا، هذه كانت شروتنا لهذا اليوم، أحذية مدرسية جميلة. أوكي أوكي هاي. أحذية مدرسية جميلة 180 زوج، الزوج بدولارين ونص، يعني كل الكمية ب 450 دولار من غير الشحن. شايفين ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.